هاي قربنا لكم اياها شوي مشان تشوفوا كيف عم تطلعوا الكبه. جاهزة معنا العجينة. بدي فرجيكم كيف شايفين طرية متماسكة كتير حلوة. نشوفكم وقت التشكيل. هلا هون بعد ما جهزت معنا العجينة خالصة، هلا عنا هون لحم مفروم حطينا له بصل وبهارات وملح وفلفل بس. هاي خلطة الكبة الحشوة يعني. انا ان شاء الله بنزل لكم اياها بفيديوهات مرة تانية. هلا عنا طريقتين للتشكيل. اول طريقة اللي هي العادية اللي هي نحنا اللي بنساوي على ايدنا، نساوي دائرة صغيرة ونبلش نحفر من الوسط شايفين. لحتى تحصلوا على السماكة اللي بتكون ياها نحنا بنحفر للوسط شايفين شلون. وهلا رح نحشيها لحمة. لحمة وبصل هيك تقريبا. هتخلوا قدامكم شوية مي.
راح تلموها حتى نحصل على هالشكل. شايفين هذا الشكل المطلوب اللي بدنا اياه؟ هلا حعلمكم طريقة تانية اللي هي عالمكنة، اسهل واحسن، بتطلع رقيقة كتير. تابعوني.